النهاردة هنتعلم طريقة ضرب جديدة. الطريقة ديت ان احنا بنرسم خطوط للأرقام، فلو هنضرب 13 في 21 ناخد الواحد نعمل خط، وبعدين التلاتة نعمل تلات خطوط متوازية زي ما انت شايف كده. بعد كده ناخد الواحد نيجي عند 21 نعمل عند الاتنين نعمل خطين في الاتجاه ده زي ما هتشوف دلوقتي، وبعد كده عند الواحد نعمل خط كده. بعدين نبدأ ناخد الأرقام كده من الاتجاه ده ونمشي في الاتجاه ده، وبعدين كده هنشوف مع بعض ونعد النقط دي. دول هنجمع النقط دي، وبعدين هنا في نقط وهنا في نقط. تعال نبدأ حاجة حاجة. هنا دول 3 نقط فنكتب 3، بعد كده دول 6 ومعهم 1 يبقى هنكتب 7. نعد كده 6 و 1 7 نكتب 7 هنا. بعد كده دول 2 نكتب 2 يبقى الرقم 273. لما يضرب 13 في 21 يطلع 273. هناخد امثلة تانية عشان العملية توضح، امثلة تانية عشان العملية توضح. وليكن 32 في 12. هنرسم 3 خطوط الاول، بعدين نرسم خطين، وبعدين نرسم خط واحد، بعدين نرسم خطين، وبعدين نبدأ نعد النقط. نعد النقط هنا 4 نقط، هنكتب 4 نقط ونعد دول مع بعض اللي هو القطر ده 6 و 2 8 نكتب 8، وهنا 3 يبقى الناتج 384. ناخد مثال تاني ونشوف يعني أفكار جديدة. 14 في 23، عملنا خط واحد واربع خطوط، وبعد كده خطين، وبعدين 3 خطوط، ونبدأ عملية العد. نشوف الكلام ده، طبعا دي 3 كأنها 3 في 4 3 في 4 نقط اكتر 12. هناخد 2 هنا ونحط 1 الناحية التانية، نحاول نحرك 1 الناحية التانية هنا في الخانة دي، كأننا زي ما بنعمل 2 ومعانا الواحد اهو، ادي 2 ومعانا الواحد. نعد النقط دول 3 وهنا 1 2 3 4 وهنا كام 11. يبقى ال 11 دول بقت الناتج 12. هنودي الواحد ده الناحيه الثانيه ونخلي الاثنين هنا، 1 وهنا 2 يبقى 3، نقطتين نضيف 2 يعني كانها خانه الاحاد والعشرات والمئات، يبقى 322. ناخد مثال تاني، هناخد 3 أرقام 321 في 13. هنرسم التلات خطوط بتاعت التلاتة، وبعد كده خطين، وبعد كده خط، وبعد كده خط واحد وتلات خطوط، خط واحد وبعدين تلات خطوط، وبعدين نبدأ برضك نفس الكلام. ناخد الأطراف دي اهي معروفة، وبعدين ناخد الأقطار دي مع بعضها، الأقطار دي والأقطار زي ما باين في الرسم كده. نبدأ نعد، ادي 3 وادي 1 وهنا معانا 6 يبقى 7 نكتب 7، وادي 2 وادي معانا 11، واحد هيروح الناحية التانية، الواحد ده مع التلاتة تبقى الناتج 4. ويبقى كده احنا خدنا ازاي ببساطة ازاي نضرب عن طريق الخطوط المتقاطعة، ازاي نضرب عن طريق الخطوط المتقاطعة. ما تنساش ان انت تسجل في القناة بتاعتنا وتعمل لايك وشير عشان الاستفادة تعم، واي تفاصيل تانية ياريت تبلغنا بيها.